قالولي ما في يعيش مثل البقية. قالولي لازم بس أقعد وأتفرج، ما فيني أعمل أي مجهود. وأنا إذا ما عملت لها العملية وين كان صرت؟ شو كان صار بأهلي؟ من هياخد محلي؟ أول عملية عملتها عمري 4 أشهر. قالولي أنه ممنوع أعمل كاراتيه، تايكواندو، جودو. بالسر بلشت، وأنا كان يعني كتير بحب أنه أعمل أشياء صغيرة. كل تحدي قابلته بتحدي جديد. أمي بتقلي أنه هذا مرحلة وقطعت، بس شافوني منيح ارتاحوا. هو هيدا الجرح شيء اللي بحب بينه، لأنه هيدا اللي بفرجيني أنه أنت مرقت بمرحلة كتير صعبة، بس ليكي شوفي وين صرتي. ولا مرة حدا قال لي أنه ممنوع فوت بطولات من ورا العملية. حيالله حدا بحسه متضايق علي أني مريض، دغري حس انه كرماله بدي يصير منيح. وانا اليوم هون بعد 4 عمليات وبعد ما خلصت، واليوم من بعد كل هالسنين حابب اشكر كل واحد وقف حدي وساعدني. كثير منيح انه تلاقي حدا حدك واقف حدك باي ظرف، واذا بعرف القدر رد له الجميل.